اهلا وسهلا فيكم اليوم على قناة حيدر الالكترونيكس. اليوم اعزائي المشاهدين حيكون فيديو مميز جدا، لانه وصلنا لاكتشاف على انه اليو بي اس والباور سبلايز بيأثروا على سرعة الانترنت. هيدي بكل بساطة اليوم بدنا نشرح شوية صغيرة هيدي النقطة المهمة اللي ما حدا بيعرفها. اعزائي المشاهدين، من بعد ما عملنا الاختبار جبنا يو بي اس صغير، يو بي اس صغير لحجمه هالقد، الابيض اللي بتعرفه، يعني صار منتشر كتير، بيقولوا له يو بي اس راوتر، يعني هذا اليو بي اس مخصص للراوتر، بس بتحط فيش اوكي وبتاخذ منه كهرباء، هذا بقولوا له يو بي اس مخصص للراوتر. وجربنا كمان هذا اليو بي اس الموجود هون، اكيد مخصص للكمبيوتر او ليدور مثلا الشاشه او هالامور، وجربنا الباور ستيشن الموجود هون اللي فيه بيور ساين ويف. اوكي، جربنا ثلاث شغلات، النتيجه كانت صادمه، جدا صادمه. الراوتر او اليو بي اس راوتر الصغير اعطانا نتائج كارثيه، بطء بالانترنت، تقطيع بالانترنت، مشاكل بالانترنت، هالامور كلياتها، وخاصة بطء الانترنت الرهيب جدا. اوكي، فبعض الناس بيشتروا هلا شو يو بي اس صغير، هذا الابيض، اوكي، مشان يوفروا انه هذا يو بي اس واي فاي، ومشان يضاين الواي فاي. هالامور انتم عم تعملوا كارثة، انتم عم تدمروا الواي فاي الخاص فيكم، وانتم عم بتقللوا من سرعة الانترنت، يعني انتم عم بتفوتوا بحيطان كرمال تشتروا شيء سيء جدا، بضر فيكم وبالواي فاي، يعني فيكم بمكانة الانترنت وبالواي فاي، اوكي، وبضر فيكم لانه عم تدفعوا بطبيعة الحال مصاري على شيء فاضي، يعني عم تدفعوا مال، عم تحرقوا مال على شيء فاضي. طيب، شو الأحسن من اليو بي اس راوتر الصغير؟ الأحسن منه أكيد هذا اليو بي اس الموجود هون، يو بي اس الكمبيوتر. يو بي اس الكمبيوتر تأثيره ما بيكون كتير عالي، اوكي، بس ما ننسى شغله انه هذا منه بيور ساين ويف، يعني هم ما عم يجي كهرباء الدوله، الكهرباء الرسميه. فلما ما يكون عندنا كهرباء تكون بيور ساين ويف او كهرباء الدوله نحن بنقلها، فبكون في تاثير، اكيد في بكون في تاثير بطبيعه الحال، اوكي، بس ولكن هذا التاثير ما بيكون هذا التاثير الكبير. في فرق، لانه بين اليو بي اس الصغير تعول الراوتر، وفي فرق بين اليو بي اس الكمبيوتر، اليو بي اس الكمبيوتر اكيد افضل بكثير، اوكي. بس هل هو ممتاز؟ اعزائي المشاهدين، هيدا يعتبر تمشيت حال، عم بتمشي حالك انت، يعني انت بدك تاخذ كونكشن منه بطيء وما تاثر على الراوتر وتكون بالنص، اوكي، هيدا اللي بيكون فيه بالنص، بس ولكن هيدا سعره 60 دولار، سعره 60 دولار، بضاين الراوتر حوالي الاربع ساعات، ثلاث ساعات، اربع ساعات الماكسيموم، اوكي، صح افضل من هداك، هداك بضاين اكثر منه، بس هداك بيعطيك اكيد طبيعة الحال سرعة انترنت بطيئة جدا وبضر بالواي فاي، اوكي، بس بيعطيك وقت عالي، تمام، هيدا بيعطيك وقت اقل، بس ما بضر بالانترنت وبضر بالمكنة مثل ما بضر هداك، اوكي. طيب، ننتقل على الشيء الصادم والاخير يلي هو استعمال الانرجايزر باور ستيشن. اعزائي المشاهدين، هونيك مش كان عنا ضيان كتير بس تأثير، وهون عنا تأثير أقل بس ضيان أقل، أوكي. هذا الجهاز بالاختبار أعطانا نتيجة مش طبيعية، الإنترنت وصل للماكسيموم حتى أحسن ما يكون على كهرباء الدولة، يعني في شي غريب كان. لما حطيناه هون كان عم يعطينا سرعة 227 كيلو بايت، هون أعطانا وصل لحوالي 2.4 ميجا بايت، يعني هيدا اعطانا 400 400، وهيدا اعطانا تقريبا 2500 2600، فرق مش شوي، فرق شاسع جدا، اوكي. واحد، يعني صار عندنا الانترنت اسرع، اوكي. طيب، النقطة الثانية انه عم نعطيه بيور ساين ويف، انا عم حافظ على المكنة. النقطة الثالثة والأهم انه هيدا قديش حجمه وهيدا قد حجمه، هيدا بقلبه بطاريات ليثيوم ايون، وهيدا بقلبه بطاريات لايف بي او 4. الليثيوم ايون بيحمى واللايف بي او 4 ما بيحمى، هيدا مش امن وهيدا امن، فصار عندنا هون كمان قصة الامان. طيب، حضف لكم شي زيادة، بعد شي زيادة على الضيان، هيدا بشغل لي الراوتر حوالي 23 ساعة متواصلة، 23 ساعة بوايفي، سرعة واي فاي عالية جدا، بتضيف لها حماية الراوتر، بتضيف لها البطارية الممتازة اللي موجودة اللايف بي او 4، بتضيف لها الحمايات الموجودة بهيدا الجهاز، وبتضيف لها كمان انه هيدا الجهاز فيك تشارجه باربع طرق. اول طريقة اللي هو شجار التليفون، وبياخد 100 واط، وبياخد 60 واط، يعني عم بياخد 100 واط، يعني شيء كتير ممتاز،
البطارية قلبه 100 أمبير أور بقلبه، أوكي، بيتشرج عبر الطاقة الشمسية، بيتشرج عبر السيارة كمان أنت ورايح بالسيارة، وبيتشرج عبر شارجيره. صراحة عندنا 4 طرق تشريج، إذا ما كان متوفر هيدا متوفر هيدا، وهيدا شيء كثير ممتاز، بالإضافة لليو اس بيات وبالإضافة لللمبة الموجودة هون وهالتفاصيل كلها. أعزائي المشاهدين، نحن قدام جهاز، هذا الجهاز نحن قدام جهاز أسطوري، أسطوري بكل الكلمة من معنى أسطوري، أوكي. بدك تحافظ طبعا، هذا 300 واط، يعني الموجود عندنا هون 300 واط. حتى انا هلا هون هلا حاليا انا عم صوركم، هلا ما في كهرباء، انا هلا اخذ كهرباء منه ومضوي هلا اضاءه الرينج لايت منه هلا، اوكي. شوف الرينج لايت قد ايه بتسحب. الرينج لايت طبعا هفرجيكم انا هون شغله، اوكي. طبعا هون هنضوي هيدا، اوكي، هيدا في 53%. هلا عم يسحب الرينج لايت، عم يسحب 21 واط، 20 واط بس، بضايلني 6 ساعات، يعني إذا مليان 100% بضايلني الرينج لايت حوالي قديش؟ حوالي 12 ساعة. عم تتصور أنت مضوي رينج لايت 12 ساعة؟ أوكي. الراوتر قد إيه بيسحب؟ الراوتر بيسحب بالضبط حوالي بين 8 والتسعة، يلي هو بضاين حوالي 23 ساعة. اوكي، سو انا قادر احط التلفزيون، قادر احط الرينج لايت، وقادر احط الراوتر، وكلهم مع بعض مع التلفزيون ال 4K ال 43 انش الموجود عندي، هو كلياتهم بضاين حوالي 3 4 ساعات، اوكي، وانا مفول كل هول وبس. ليكو قد ايه حجمه؟ ليكو حجم ايدي بس من هذا الحجم. عشان هيك اعزائي المشاهدين عم اقول عن هذا الجهاز انه جهاز اسطوري، اسطوري جدا، اوكي. طبعا حنقيم هاي، اوكي، هاي تلزيقه هون، اوكي. طبعا يلي بده يطلب مني هذا الجهاز بيحكينا على الواتساب. طبعا في توصيل لخارج لبنان، في توصيل اكيد بلبنان، وفي توصيل لكافه الدول العالميه طبيعه الحال. بتحكوني على الواتساب، اوكي، وباي وقت بتستفسروا عن سعره، بدكم تسالوا عنه وعن تفاصيله وعن هالامور، كمان انا بكون بخدمتكم دائما. اعزائي المشاهدين، للحفاظ على اجهزتك، الراوتر، البراد، طبعا هذا 300، في 600، في اكثر من 600، الراوتر، البراد، الكمبيوتر، الشاشة، الإضاءة، أي شيء للمحافظة على أي جهاز من التلف، أوكي، بدك تستعمله، هذا الجهاز يلي موجود قدامك بيعطينا حماية، بيعطينا بطارية ممتازة، آخر تكنولوجيا اللايف في أوفور، بيعطينا وقت طويل، في عدة طبيعة الحال عدة طرق للشحن من الطاقة الشمسية، فيك تشحنه بالطاقة الشمسية كمان، ما في أي مشكلة. فصار عندنا كتير أمور، وطبعا في عنا لوح طاقة شمسية بيجي 100 واط، بتحطه بالشمس، بتحط هون وبيوصل لهون 100 واط، 100 واط بيشرج لك اياها بسرعة، ولا تجي تحط عليها الاغراض فبضاينك ساعات وساعات وساعات. فأعزائي المشاهدين، هيدا الشيء اللي قدامي هو شيء لازم يكون بكل بيت، هيدي بكل بساطة. بنهاية هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب، بتشكركم كثير للمشاهدة، بإذن رب العالمين، دايما إلى اللقاء.